مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معانا. المجتمع أسرة كبيرة بنعيش فيه كلنا، وعشان نعرف نعيش فيه لازم نحافظ على الأسرة وترابطها وعلاقة أفرادها ببعضهم ونكون علاقات ناجحة. ضيفتنا النهاردة الدكتورة نادية جمال الدين، الخبيرة في العلاقات الأسرية، واللي هتعرفنا إزاي نكون أسرة مترابطة ونحل مشكلاتنا الأسرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة. أهلا بحضرتك يا دكتورة. دكتورة نادية، هل الحب يقتصر على حب المرأة للرجل فقط؟ لا طبعا، الحب بمعناه بيشمل كل علاقتنا بكل أفراد المجتمع، سواء كان رجل أو مرأة أو طفل، سواء كنا زمايل في العمل، سواء كنا أصدقاء في نادي، سواء كنا جيران. أي تعامل بيني وبين الآخر المفترض أن يبقى فيه علاقة حب، المفترض أن يبقى فيه علاقة طيبة، فطبعا الحب ما بيقتصرش على الرجل والمرأة بس. تمام. طب عايزين نعرف إيه هي العلاقة الأسرية الناجحة؟ العلاقة الأسرية الناجحة، احنا من المفترض ان بدل بنقول علاقة أسرية يبقى هي شركة بين طرفين، الطرفين دول هم بيبقوا أساس العلاقة أو أساس الشركة دي. فمن المفترض ان الاتنين بيقدروا يحافظوا على بعض كويس قوي. في ايه؟ أول حاجة حابة أقول عليها حتة الاحترام. الاحترام بين الزوجين بيبقى أساس التعامل، وبيبقى أساس التعامل الناجح عشان يقدروا يحافظوا على بعض، ويقدروا كمان يحافظوا على التعامل بينهم على أسس كتير قوي. فأول حاجة أقدر أقول عليها الاحترام بين الزوجين. تاني حاجة لازم يبقى في حتة الحب والمودة باستمرار. معظم بيوتنا المصرية أول سنة جواز شوية بتلاقي الدنيا هادية، شوية بتلاقي الكلام هادي، شوية بتلاقي العلاقة فيها نوع من الود ومن الصوت الواطي ومن الاحترام. بعد كده طبعا بقى بتدخل مشاكل الحياة، وبيبتدي ربنا يرزقهم بأول طفل، فبتبتدي المشاكل معاهم توسع شوية، أو بتبتدي بمعنى أصح مسؤولياتهم تكتر شوية. هنا بنلاقي الزوجة باستمرار بتبقى شوية متوترة، شوية عصبية، شوية مش متقبلة أي كلام من الزوج لو هو في نقد ليها، أو لو هو شاف أي حاجة سلبية حابب يتكلم فيها، فبالتالي ما بتبقاش متقبلة. هو برضو كده طبعا الشغل وضغط البيت، وطبعا الضغوط اللي بيقابلها بره البيت طول اليوم بخلاف الضغوط اللي بتبقى في البيت عليه، فبتلاقي شوية العلاقة ابتدت تبقى فيها توتر، وابتدت تبقى فيها حوارات، وابتدت تبقى فيها مشاكل. فمن هنا عايزين نقول لما الاقي مشاكل والاقي ابتدت في مشاكل كتير قوي تبقى داخله بينا، نحاول على قد ما نقدر نرجع تاني للحوار اللي بيبقى مستمر وهادي بينا احنا الاثنين، اللي زي ما اتفقنا على اساسه اول حاجه الاحترام. دكتوره ناديه، ايه اهميه ترابط الاسره بالاخص في اليومين في الفتره الحاليه؟ طبعا احنا بنلاقي مشكلات كتير قوي من الاستشارات اللي بتجينا. مثلا لو طرحنا مشكله من المشكلات دي، الخيانه. هي كلمة كبيرة قوي بس ما بتبقاش بتتعامل بمعناها. الخيانة اللي هي بتبقى في الأول أو في أول درجاتها بتبقى خيانة إلكترونية، بمعنى إن الزوج لما بيحصل مشاكل متعددة مع زوجته، أو بمعنى أصح إن طول اليوم شد أعصاب وطول اليوم حوارات، فما بيلاقيش نفسه معاه. أي حوار بيحصل خلاص هو بيبقى بيكبر دماغه وبيريح دماغه، ومش عايز يتعامل ومش عايز يتكلم. بيلجأ لمين؟ بيلجأ لأي طرف تاني، سواء إن كان صديق، لو صديق مش هنسميه طبعا خيان، أو كانت صديقة هو حاسس إن هي بتسمعه، حاسس إن هي بتحلله مشكلاته على قد ما بتقدر، بتشاركه يومه على قد ما بتقدر، فبالتالي بياخد الطريق ده اتجاه ليه، وبيبتدي يبعد عن البيت. طبعا دي مشكلة كبيرة كلنا بنقابلها. طبعا الزوجة شوية هنا لو لقت زوجها إن هو خلاص ابتدى ما يتكلمش معاها، وابتدى ما يهتمش بيها زي الأول، وقته في البيت اللي بيقضيه معاها ما بين الموبايل وما بين إن هو قاعد لوحده، فهنا تحاول تحس إن في حاجة غلط بتحصل، أو في حاجة ناقصة في علاقتهم، فبالتالي تبتدي تراجع نفسها وتشوف العلاقة شكلها إيه وتغيرت بسبب إيه، وتبتدي تراجع نفسها تاني علشان تبني علاقة من أول وجديد. طب متى يجب الانسحاب من العلاقه العاطفيه او الزوجيه؟ وهل ترشدين الازواج دائما باللجوء الى حلول الاستمرار، ام تنصحين بالانفصال احيانا؟ طيب خلينا الاول نفرق بين العلاقه العاطفيه وبين العلاقه الزوجيه. تمام. لو العلاقه العاطفيه هم لسه ما بداوش يكونوا البيت اللي احنا قلنا عليه، ما بداوش يبقوا ملتزمين باطفال وملتزمين باسره، ما بقوش ملتزمين، لا هما الاثنين لسه بيبتدوا يعرفوا نفسهم، او بيبتدوا يكتشفوا نفسهم، بيبتدوا يشوفوا هيقدروا يكونوا حياه ولا لا، بيبتدوا يشوفوا هيقدروا يتعاملوا ولا لا. كل واحد بيحط نفسه في اختبارات قدام التاني علشان يعرف الدنيا هتبقى شكلها ايه، او الحياه هتبقى شكلها ايه معاه. يعني مثلا لو في خلافات في اول علاقتهم بيحاولوا ان هما يعالجوا الخلافات دي، او يحاولوا يعالجوا السلبيات في علاقتهم. لو ما قدروش لا ما بنصحهمش ان هما يكملوا ارتباطهم او يكملوا علاقتهم،
لان هو لو بدا علاقتهم في حاجات كتير قوي لقوها هما الاثنين مختلفين فيها او لو في طباع مختلفه كتير قوي وما قدروش يتفاهموا فيها، فمن هنا هتلاقي لو ارتبطوا وكملوا علاقتهم لازم تبقى فاشله. فبالتالي لو العلاقه عاطفيه بس وما ارتبطوش لسه وما بقوش زوجين فلا ما يكملوش. لكن هنا تعالي بقى نتكلم ان هم خلاص اتجوزوا وبقوا مسؤولين من اسره، ومثلا بقى معاهم طفل او بقى معاهم اتنين وبقوا زوجين، يحاولوا على قد ما يقدروا يحلوا مشكلاتهم بنفسهم، يحاولوا على قد ما يقدروا ما يدخلوش طرف تالت، يحاولوا على قد ما يقدروا يعني يكونوا حياه او يكونوا شكل للحياه مختلف عن اللي هم فيه. لو حياتهم روتينيه ياخدوا يوم اجازه مع بعض، يخرجوا في اي مكان مفتوح، يعملوا اي حاجه بيحبوها، يشاركوا اولادهم في اي حاجه اولادهم بتعملها. نعمل علاقه صداقه بين الزوجين. احنا كتير قوي لما بنحتاج نحكي لحد على حاجه سواء ان كان رجل او مراه بنلجا لاقرب صديق لقلبي. بقعد اتكلم معاه، اول ما بتكلم معاه وبيحصل حوار بيني وبينه شويه بحس بالراحه وشويه بحس بالسعاده وشويه بحس ان انا بعد ما فرغت كل اللي عندي معاه خلاص انا كده مرتاحه ومفيش اي حاجه مضايقاني. تمام؟ فتعالي نجرب ده كده في بيتنا. لو احنا خلاص حسينا ان في ازمات بقى كتير بينا بتمر، ابتدينا خلاص اللي هو كل طرف متربص للتاني، اي كلمه اي موقف انا هرد وانا مش غلطانه وانت اللي غلطان في الموقف ده، تعالي نعمل حته الصداقه بين الزوجين من اول وجديد. فاعتقد ان الصداقه بين الزوجين بتكون علاقه طيبه قوي وبتكون كمان سعاده. فشويه نبعد كمان عن دخول الطرف الثالث. دخول الطرف الثالث في اي علاقه مهما كانت نيته ان هو بيصلحها او مهما كانت نيته يكتشف ايه المشكله علشان يقدر يحلها، غصب عنه هيلاقي ان هو بيكبر المشكله وبيوسعها. خلي دايما مشكلاتنا مقفوله على احنا الاثنين وبس، خلي دايما عندنا قدره ان احنا نحل مشكلاتنا. خلي دايما لما نلاقي الامور اتأزمت نفتكر ان احنا الاثنين كوننا علاقتنا دي عن حب، كوننا علاقتنا دي احنا اللي اخترنا بعض وكنا احنا اساس العلاقه دي، فعلشان احنا اساس العلاقه دي لازم العلاقه دي تنجح. فبالتالي اي مشكله نواجهها نحاول ندور على اكتر من حل ان احنا نحل بيه مشكلتنا بدون اللجوء لطرف ثالث. دكتوره ناديه، ممكن تلقي لنا الضوء على نصائح الاستقرار الاسري والسعاده الاسريه؟ جميل. نحاول على قد ما نقدر نشوف عائلتنا، البيت اللي اتربت فيه كأم وكأب. تمام؟ طلعت منه ازاي؟ شفت فيه ايه الجميل؟ شفت فيه ايه اكتسبته منه؟ كتير مننا بيجيلي مشكلات في الطلاق في اول سنه من الجواز. طبعا ده بيبقى ليه اسباب كتير قوي. دي ظاهره كتيره فعلا اليومين دول. ونسب كتير قوي عاليه من الطلاق في اول سنه من الزواج. طيب ممكن نقول ان النسب دي بترجع ليه؟ بترجع ان الرجل او المراه ما عندهمش استيعاب ان هم داخلين حياه فيها مسؤوليه. التنشئه الاجتماعيه بتاعتهم كانت شويه مرفهه. شويه هو كان بيتعامل في بيته ان هو كل حاجه هو بيحتاجها بيلاقيها. شويه ما كانش متحمل مسؤوليه، شويه ما يعرفش يعني ايه متطلبات زوج، ايه الحاجه اللي مطلوبه منه؟ ايه حقوقه وايه واجباته؟ كذلك برضو البنت بتبقى فرحانه ان هي هتتجوز، هتعمل شقه جديده، هترتبط بالشخص اللي هي بتحبه، هتبقى ام. بس في نفس الوقت وهي فرحانه بالحاجات دي كلها ما دورتش ازاي تاسس بيت. كل اللي فكرت فيه او معظم بناتنا او اخواتنا اللي احنا بنشوفهم حوالينا اول ما بيفكروا في الزواج بيفكروا فيه ازاي افرش شقتي، ازاي اجيب لبسي، فعلا ازاي اجهز كل مكان في شقتي ان هو اللي يجي يقول الله المكان جميل. طب انت هل فكرتي ازاي نفسيا تهيئي نفسك ان انت هتبتدي حياه جديده؟ ازاي نفسيا ان انت تعرفي ان عليكي حقوق وعليكي واجبات؟ لا، شويه مفتقدين الحته دي. علشان كده من فتره مش طويله قوي، نقول ممكن نقول فتره قصيره، عملنا كورسات للارشاد الزوجي او للارشاد الاسري، ازاي البنت تبقى مؤهله على الفتره الجديده من عمرها اللي هي داخلها. وكذلك كمان الشاب بيبقى ازاي مؤهل برضو ان هو هيبقى زوج وان هو هيبقى اب. فمن هنا شويه بياخدوا شويه نصايح، بيشوف الدنيا من وجهه نظر تانية، بيكتسبوا حاجات ما كانوش عارفينها قبل كده، بحيث ان هما لما بيبتدوا نقول احنا زوجين وفي بيت وبنكون بيت، لا ده مش بيته بس، دي شركه، وشركه هما الاثنين بس اللي قادرين على نجاحها او فشلها. وطبعا اكيد ان هما كانوا في نيتهم وهما بيعملوا العلاقه دي مع بعض ان هما هيبقوا زوجين وهيرتبطوا ببعض، فمن المفترض ان الشركه دي لازم تنجح وبيتهم ده لازم ينجح. طب تنجح ازاي يا دكتوره حضرتك؟ محتاجين لكل ام نقول لها ما تبقيش ابقي الصديقه لبنتك،
بس لما تيجي تشتكي لك حاولي على قد ما تقدري تاخدي منها الكلام شويه، ما تقوليلهاش اه انت دايما صح انت دايما على حق، لا طبعا ما ينفعش. حتى لو انت شايفه ده معاها حاولي ترجعيها لعقلها، حاولي تقولي لها. يعني انت شايفه حضرتك ان ممكن الام تقف مع بنتها او ضدها؟ هي مش هتقف ضدها عشان نبقى صريحين، لكن هي هتقف معاها، بس هتقف معاها مش ان هي تدعمها ان انت اه انت صح في الموقف ده، لا هو كان غلط في الموقف ده. بعقلها وبحكمتها وبذكائها هتقدر تقنعها ازاي هي غلطت، وهتقدر تقنعها ازاي تتعامل مع زوجها. ويا ريت ما يبقاش التدخل مباشر. كمان مامة الزوج شويه بتبقى خايفه عليه وشويه بتبقى متضايقه قوي من اي مشكله تحصل له. طب هنا انت وانت خايفه عليه ومتضايقه قوي من اي مشكله تحصل له، حاولي تحطي نفسك في دور ام البنت، هتلاقي ادي نفس النصايح اللي ممكن ام البنت تديها، ما تبقيش متحيزه لطرف من الاطراف، خليكي على قد ما تقدري تبقي ام للطرفين. العقل والحكمه والصبر مطلوبين. الحياه فيها مصاعب كتير قوي ما بتواجهش الشاب والفتاه غير لما بيتجوزوا، لاني اوريدي كل واحده في بيت بابتها في بيت ماماها في بيت مامتها وباباها بيبقى ما عندهاش مسؤوليات، ان كانت بتدرس او ان كانت حتى بتشتغل او كان حتى بتساعد في البيت، لكن ما بتبقاش مسؤوله من حاجات كتير. هنا برضو الشاب ما يمكن يعتبر ما عندوش اصلا اي مسؤوليات غير ان كان شغله خارجي وبس. هنا كمان عايزين نقول ان التنشئه الاجتماعيه مهمه قوي. ما بقاش انا شايفه طول الوقت بابا وماما بينهم مشاكل، صوتهم عالي، ممكن المشاكل دي تتطور لالفاظ مش ظريفه او لصوت عالي. من هنا ان الشاب ده بيبدأ يكون فكرة ان هو ده الجواز، اني اول ما مراتي تعمل اي حاجة غلط لازم اشخط ولازم اعلي صوتي، لازم تبقى كلمتي انا اللي مسموعة، من خلال طبعا اللي هو شافه او اللي هو اتربى عليه. هنا نفس الكلام برضو بالنسبة للزوجة. الزوجة بتاخد حاجات كتير قوي من البيت، يعني مثلا في يعني مش هنقول معظم، بعض بيوتنا المصرية بنلاقي شوية الزوجة هي اللي متحكمة في كل حاجة في البيت، بما انها ان هي عارفة كل تفصيلة من تفاصيل البيت، والزوج مقتصر بس على الشغل وعلى على المصروفات وما بيقتصرش على اكتر من كده. هنا البنت بتبقى عايزه تعيش نفس دور مامتها، ممكن ما يتقبلش هو كده. فبالتالي عايزين نقول ان احنا بيتنا اللي احنا اتربينا فيه واخدنا منه عادات وتقاليد وسلوك كتير قوي، تعالي انت بقى بتفكيرك الجديد وتعالي انت بثقافتك الجديده، وتعالي ان انت ممكن من خلال دورات حتى لو هتاخديها اونلاين تعرفي ازاي تجددي من نفسك، تجددي من شخصيتك، تحافظي على بيتك وتحافظي على تقاليدك اللي انت خدتيها من اسرتك اللي انت هتبقى دايما محتفظه بيها، بس مع التجديد مع التغيير للافضل. عايزين دايما نقول ان جيل الاب والام غير جيلنا احنا دلوقتي، فاكيد حتى شكل المشكلات بتختلف. حاولي على قد ما تقدري تعرفي ازاي تكسبي الشخصيه اللي قدامك. اكيد بيبقى في فتره خطوبه، فتره الخطوبه دي يعني احنا نقدر نقول على الايام دي وبالنسبه للحاله الاقتصاديه ما بتقلش عن سنه او سنتين، فبالتالي حصل بينهم مواقف كتير وحصل بينهم اكتر من عشره، نقدر نقول عشره طويله قوي، فاكيد قدرتي تفهمي في حاجات معينه، واكيد الحاجات اللي انت فهمتيها فيه دي هتقدري انت ازاي تكتسبيه وتقدري ازاي تحتويه وتقدري ازاي كمان تكسبي علاقته الطيبه تبقى دايما بيكي طول الوقت. المراه الذكيه اللي تعرف تحافظ على زوجها اللي قدامها، اللي تعرف تخليه دايما هو عايز يقعد معاها، الوقت الفاضي بالنسبه له يجري بسرعه على البيت ويقول لا انا هقعد مع مراتي واولادي. شويه الحته دي بتبقى قليله وما بنلاقيهاش، انا متفقه على كده. مش عايزه اقول برضو الزوجه لوحدها هي السبب، شويه ظروف البيت، حاولي على قد ما تقدري تهيئي ليه وقت في البيت ليه هو وانتي، تناقشوا في حاجه، تتكلموا في حاجه، تتفرجوا على حاجه انتوا بتحبوها انتوا الاثنين كنتوا بتعملوها قبل كده. شويه تحاولي تجددي في بيتك على قد ما تقدري حتى لو بامكانيات بسيطه قوي، حتى لو هتنقلي حاجه مكان حاجه، عينه بتحس بالتغيير وعينه بتحس بالتجديد، هتحسي حتى ان نفسيته شويه اختلفت. تعالي حتى دوري شوفي ايه اللي بيعجبه قوي في القعده مع اصحابه بره، اللي بيقعد معاهم وقت طويل، اللي اول ما بتتصلي بيه بتلاقي صوته في الضحك عالي جدا، واول ما بيدخل البيت الطبيعي بتاعه بيبقى صمت تام. طب ما تشوفي ايه الحوارات اللي بيحبها، لو بيتفرج يا ستي على رياضه وفري له ده، اقعدي معاه اتناقشي معاه وافتحي معاه حوارات مشتركه تبقى بينك وبينه، حاولي تكتسبيه، حاولي تحتويه كصديقه كأم كحبيبه كأخت. لو عرفتي تكسبي قلبه وعرفتي ازاي تستحوذي على شخصيته وتخليها شبهك وقريبه منك، اكيد المشكلات دي هتقل قوي في كل بيت.
اكيد يا ريت كله يعمل زي كده. يا ريت بنتمنى طبعا ده. طب متى يصبح اللجوء الى استشارية علاقات اسريه ضروره؟ حلو قوي السؤال ده. تعالي نقول ان انا في بدايه الحلقه وما نسيتش انا قلت ايه، ان الطرف الثالث بيتدخل، هو بيبقى عايز يصلح وبيبقى عايز ان المشكله تنتهي، لكن ما بيبقاش عنده حلول، او بمعنى اصح بيبقى موقفه حساس جدا، لان هو بيبقى من طرف الزوج او من طرف الزوجه، فبالتالي الطرف الثاني شويه بيبقى واخد الموضوع حساسيه ان هي المشكله اتعرفت لطرف ثالث وبالنسبه له هو محروج، حتى محروج يتكلم فيها. لكن هنا تعالي نقول ان دور الاستشاري الاسري ده حد وسيط، حد مش هو مش من طرف الزوج ومش من طرف الزوجه، صح، يبقى هو طرف محايد، دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان من خلال خبرته، من خلال دراسته، من خلال خبرته العمليه والعمليه هيقدر يفيد وهيقدر يسمع. انا عايزه اقول لحضرتك في بيبقى بيجي استشارات بمجرد ان بيقعد وبيحكي وبيتكلم بيحس ان هو شويه كم النرفزه وكم العصبيه اللي كان فيه هدي شويه، الاستشاري بيقدر يمتص منه غضبه وبيقدر كمان يعرف في ايه هي المشكله. احيانا بتيجي ناس متضايقه ومتخانقه، احنا واقفين على الطلاق وخلاص الدنيا خلصت ومش هقدر اكمل حياتي، طب ليه؟ تقعدي تتكلمي معاه تلاقي الاسباب، لا الاسباب مش كبيره قوي ان هو ياخد الخطوه دي، ان هو يهدم بيته بسبب الاسباب اللي هي حاساها ان هي مش مهمه قوي بالنسبه له. طبعا لازم تقعدي مع الزوج لوحده الاول وبعد كده بتقعدي مع الزوجه لوحدها، بحيث ان انت بتفهمي الشخصيتين وبتفهمي المشكله منين بالظبط، وشويه بيبقى في حته عندك حكمه وعندك حته ذكاء عشان تعرفي تطلعي اساس المشكله ايه عشان تقدري تحليها. فاللجوء للاستشاري الاسري وقت ما احنا الاثنين ما بنبقاش عارفين نحل مشكلتنا، او بمعنى اصح انت لو عرفتي مشكلتك ممكن تحليها، لكن احيانا كتير قوي انت ما بتبقيش عارفه ايه سبب المشكله، فبالتالي انت تايهه، في مشكله، في خناق، في مشاكل، وصلت ان انا مش عايزه اكمل بس انا مش عارفه ليه. فهنا وجود الاستشاري الاسري بيبقى مهم، لان بيقدر يحط ايده على اساس المشكله. طبيعي كلنا بنقول بدل ما عرفنا ان في مشكله يبقى اكيد ليها حل، لكن تخيلي انت تايهه، يعني انت لاقيه كم من المشاكل ومش عارفه ايه اساس المشاكل دي، فبالتالي مش هتقدري تحليها لوحدك طبعا. طيب عايزين نقول كمان حته صغيره قوي، عايزين واحنا يعني بعض الاستشارات موضوع الاطفال بيبقوا صعبانين عليا قوي، عايزين نقول ان احنا بنتخانق او احنا بنتكلم واحنا بنعلي صوتنا نعرف ان الطفل الصغير بيفهم وبيسمع، وان اي حاجه بتتعمل في البيت بيبقى ليها مردود عليه، سواء كان مردود سلبي او مردود ايجابي، لان هو من هو نقول نقدر نقول 6 سنين بيفهم، يعني كان عندي مشكله من قريب بياخد عادات وتقاليد بيته وبيفهم، بيفهم كويس قوي، يعني احيانا واحنا بنتكلم بنقول ده طفل صغير مش مشكله، مش هيفهم احنا بنقول ايه، بلاقي بفاجئ ان الطفل ده بيرد وبيرد في صلب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. فمعنى كده ان احنا شويه ننتبه ان ولادنا بتفهم حتى لو كانوا صغيرين. يعني في بعض الاوقات كان في مشكله ان كان زوجين طول الوقت صوتهم عالي، طول الوقت متنرفزين وصوتهم عالي، الطفل ده كان عنده حوالي 5 سنوات، مره من المرات جابوه قالوا ده بقى بيصرخ باستمرار مش عارف ينام وعنده قلق وعنده كوابيس ومش عارفين ايه السبب. بمجرد ما قعدت واتكلمت معاه وجبت له لعبه صغيره وحاولت ان انا سايسه لقيته انه بيشتكي، بيقولي انا ببقى خايف على ماما قوي، ببقى خايف على بابا قوي وبحبهم هما الاثنين، فببقى زعلان وببقى متضايق ان بيبقى بينهم مشكلات كتير قوي وصوتهم عالي فببقى خايف. فهنا عايزين نقول ان مشكلاتنا احنا الكبار بتاثر على الاطفال، فنحاول على قد ما نقدر نحد من صوتنا العالي، نحد من الخلافات اللي في البيت. الاسره لازم تنجح ولازم تنجح بنجاح الطرفين، لازم نحافظ على علاقتنا كويس قوي، لازم نحاول على قد ما نقدر عدم دخول الطرف الثالث، الطرف الثالث ايا كان هيحل او اكيد هو طبعا هيدخل هيتدخل عشان يحل، بس نحاول على عدم وجود الطرف الثالث، نحاول على قد ما نقدر ما نخرجش مشكلتنا بره بيتنا، نحاول على قد ما نقدر نتعلم ازاي نحل مشاكلنا، ونحاول ازاي نرجع نقول احنا كنا بنحب بعض، فلازم نحب بعض ونستمر. خروج المشكله بره بيكبرها بالتاكيد، لاني انا هسمع من صاحبتي وهسمع من مامتي وهسمع من جارتي، وبالتالي كمان الزوج نفس القصه هيسمع من اصحابه في مواقفهم وهيقعد يحكي معاهم، فبالتالي هو دخل افكار جديده في دماغه. وبعدين المشكله اللي مش احنا مش زي بعض وظروفنا مش زي بعض، لما احب اقارن نفسي بحد تاني ادور قوي على كل تفاصيله، ادور على الفرق اللي بيني وبينه قبل ما اقول لا
انا هقارن نفسي بيني وبين الطرف التاني، المقارنه صعبه قوي. الزوجة كمان عايزة أقول لها بلاش تقارن نفسك بصحابك في 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 حياتهم، في بيتهم، في خروجاتهم، في تعاملهم مع زوج مع أزواجهم. ربما نكون إحنا بنشوف الحاجة الخارجية أو الحاجة الظاهرية اللي إحنا بنشوفها جميلة، لكن ما نعرفش جوه بيتهم شكلهم إيه. فبالتالي بلاش حتة المقارنة، وبالتالي دايما نفتكر إن بيتنا نحافظ عليه، إن ولادنا نحافظ عليهم، إن لازم حياتنا تستمر وتستمر بالاستقرار عشان نقدر نطلع جيل سوي، جيل سليم، جيل ما عندهوش مشاكل نفسية وصحية زي ما بنقابل دلوقتي. تمام. في نهاية الحلقة احب اقول لكل اب وام تمسك باسرتك وحافظ عليها، لان الترابط اساس المجتمع. الى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم ساعتك معانا. وبنشكر الدكتورة نادية في حلقتنا النهاردة، ونتمنى التقدم ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا.